فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت زوجتي لا تسمح لي بالاعتكاف، فهل إذا اعتكفت وخالفت أمرها أكون آثما؟ وش السبب إن ما تأذن؟ إذا كان إنها تستوحش وتحتاج لك فلا تعتكف، ما إذا كانت إنها ما عليها ضرر من اعتكافك فليس لها أن تمنعك، ليس لها أن تمنعك، اعتكف. نعم.